نرحب بكم من جديد في عدد 100% فوت في الجزء الثاني بعد تتويج المولودية بالكأس الثامنة في تاريخها، وتلتحق المولودية بوفاق سطيف واتحاد العاصمة في هذه النسخة 52. المولودية فازت بهدف مقابل صفر من تسجيل حشود، اللي سجل أيضا في الدور النصف نهائي، سجلت هدف جميل وجميل جدا من حوالي من بعد 30 متر تقريبا. المولودية اللي فازت أمام نصر حسين دايف في مباراة لم ترقى إلى المستوى المطلوب من حيث المستوى، ولكن هذا كان منتظر في مثل هذه النهائيات. في هذا الجزء من الثاني من الحصة بعد ما كان الجزء الأول قبل المباراة، نلتقي من جديد مع كل من علي بن شيخ وجمال مناد. علي، اللي كان مسرور جدا بهذا التتويج. بيان سور، احنا بيان سور اون طونك مولودية فرحنا. كنت متخوف قبل المباراة، قلت لي المولودية ما عجبتنيش كثير من حيث طريقة اللعب في المباريات السابقة، ولكن كنت شوية ولكن كي شفنا الماتش كي بداو المولودية بداو يحطوا البالون ويجوزوا البالون بين لا ديفونس وشوية الميليو بارابور النهد اللي كي تحكم ترمي لقدام، قلت لك سي كونتيني دو سيت مانيير لا ينجموا يربحوا، لان كانت شويه ثقه سياو يمشي بالون سياو بيان كو بريمير ميطون راقده كاع يتيك على كل حال، ماشي ميطون دوزيام ميطون اللي كان فيها شويه الاخر، ولكن جيتي ان تي بو ديسي من نهت باسكو دابيتود تشوف شويه بالون، مي اليوم غير رمي في السمار ما سوانيش عارف ولا الخوف كانوا كريسبي شويه التراك ولا جو نسي با. ملي بدا الماتش حتى لا فان سي ميم نهت لا سي سي با ما عجبتك النهائي يعني من حيث المستوى ما عجبكش كثير لا فينال؟ نعم لا فينال ما كاش نيفو لا فينال ليسونسيال سي لي لي ليسونسيال احنا كي ربحنا شوف المولوديا ميريتي لا فيكتوار على النهد علاش؟ بور بليزيور ريزون. بروميير ريزون كي لعبوا قلت لك سياوي كريو ان بو ديروا ان بو لو جو وحده في المولوديا il y a eu un changement d'entraîneur il y a eu pas mal de problèmes صح كانوا مشاكل كبار اللي صراو لي سيبورتر كي صدروا ست رؤساء تقريبا اللي جوار ما اونتريناوش فهمني مي لو سول تروك كي تي بينيفيك كي تنحى هاد الشيء كاع وجابوا عمر حطوه شوز كو لي جوار لوي فون كونفيونس يحسوا روحهم اون سيكوريتي هذيك تاع السيبورتر يدخلوا للونترينمون وقت تحصوا روحهم دونك جو بونس هادي اتي بينيفيك اي الميريت لا فيكتوار ميم سي لو جو لعبوا بيان كو فينال ما عجبنيش ولكن كي تقارن في زوج مولوديا كانت احسن حسبات. خلينا نشوفوا تحليل جمال مناد اللي شاهد معنا المباراه هنا في الاستوديو، واش تشوف انت المباراه كيف شفتها كتقني وكمتتبع كمحايد؟ علي بن شيخ كان مناصر للمولوديه بطبيعه الحال، انت ما نقولوش من كنت تميل اكثر، ولكن كتقني كيف شفت المباراه تاع اليوم؟ اولا نقول لهم مبروك عليكم المولوديه الجزائر، نهنئوهم على هذا الانصار والطاقم الفني واللاعبين والمسؤولين وعمر غريب كذلك. نقول المباراه يعني كانت خاليه من لقطات يعني جميله، لقطات وين نشوفوا يعني اللعب منظم ولا يعني قوه في الدفاع ولا قوه في الهجوم، يعني هذا الشيء كان خالي من هذا الشيء. هذا هو الانسان يتاسف عليه يعني، لانه شوف انصار كانوا، ولكن انا نقول هذا الشيء كل شيء هنا كنا نقولوا باللي العمل النفسي حقيقه صح لازم يلعب الدور تاعو، لانه شوف كما شاهدنا رد فعل تاع نصر حسين داي، انا كنت نتوقع انه نصر حسين داي كما تكلمت في البدايه انه مجموعه متكامله بالبلوك هذاك يدافعوا ويهاجموا، ولكن استعملوا طريقه اللعب اللي ما تصلحش. سيتي اشي سيتي ديكوزو يحكمها مدافع في وسط في اللاكس ويرميها لقدام، هاد الشيء كاع العمل كان مركز وكان على جسمي موجه على جسمي، هذه هي طريقه اللعب تاعهم لو كان حطوا، ولكن ما شاهدناش يعني فرقه منظمه وين الخطوط باينين واللعب سور لو كوتي ولا فيرتيكال تانيك لاتيرال فيرتيكال ما شاهدناش، كونترير مولوديا بلوز او موان حطت الكره
حطت الكرة وبدات تخرج من الدفاع وتحبط يعني تحط الكرة وتهاجم على الأطراف على الأطراف. هذا اللي يسمح وكان بفضل وكانت الهجومات يعني فيها يعني ثغرات وفيها يعني الخطر كان من طرف واسمه هذا براجا دراجة اللي كان احسن لاعب انا من يعني من وجهه النظر تاعي وجهه النظر من جانب المولوديه وكان احسن لاعب في الميدان. يعني الانسان ما كانش اللي يشاهد اللي يعرف الكره اللي يلاحظ مليح يشاهد بانه كل ما يحكم الكره يخلق ثغرات يخلق هجوم يخلق خطر تفوق الدفاعي وسيتي لو سول كي انتربروني دي اكسيون دانجيروز وصح والغلطه تاع الهدف تاع الشوت انا نظن اونكور اون فوا سي ان فوت دو ماركاج سي ان فوت دو ماركاج دو زون ماشي ماركاج انديفيديوال ماركاج دو زون. شاهدنا ثلاث لاعبين تاع النصر حسين داي توجهوا الى لو بورتور دو بالون بورتور دو بالون اللي كان عنده تاع مقداد وقيله انا نشوفه في الصوره وريني المخرج الصوره بدون جمال مناد لانه باش تظهر كامله خلينا نشوفوا الصوره هنا انا نشوفه في الصوره لا هذه صوره او هذه راح نشوفوها فيما بعد خليني صوره الهدف نشوفوا جمال كيفاش تسجل هنا كان فيه ثلاث لاعبين تاع النصريه راحوا كانوا يشاهدوا كانوا يتعملوا في الـ في الـ في اللاعب اللي عنده الكره لا اريد لقطه من البدايه لقطه من البدايه من اونجل واحد اخر بون هذا هنا الحارس ما كان يقدر يدير حتى شيء يا جماعه الا بيان كادري الا بيان بوتي ما كاش هنا اضطر اللاعب اللي كان في الدفاع في اللاكس باش يخرج ليه اور سي فو لي تروا في الميليو من البدايه حمزه من البدايه ورينا الصوره من البدايه حمزه من فضلك لي تروا لا قبل هذه الصوره من البدايه شوف هنا اثنين ثلاثه يشاهدوا في الممر الكره نعم. وهذاك حشود وحده من الفروض هذاك الافريقي هذاك ما يجيش مع الاخرين هذوك الزوج هذوك لانه خلاص سا سوفي بور ماركاج تاع الاخرين ما نحبش جمال لو ميري تاع لا فراب كانت يعني قويه مي بصح سي اون فوت دو ماركاج صح سي اون فوت ديفونسيف علي بن شيخ قبل هذا الهدف كانت فيه اللقطه اللي راح نشوفوها الان لقطه قاسمي بشير يمر الكره لشاوشي راح نعاودوا نشاهدوها اللاعب قاسمي قلب هجوم نصر حسين داي ضيع هدف محقق وجها لوجه مع شاوشي انصار النصريه راهم يقولوا اليوم باللي سيتي لو تورنون دي ماتش نعم هاي ليك شوف هنايا حنا ما لازمش يضرب شوف انت سي با بوسيبل دو فير هنا واش كان يدير عليه هنا البالون كي عطاه له الديفونسور عطى له البالون وشوف هو اش دار رالونتي هنا شوف حبس دار رالونتي هنا ما ديرش هذا هنا مباشرة هنا لا غير عطى للجول البالون وانت يا رحت بها فهمني شوف ها هنا يكمل حسب رايك يكمل لا هنا واش يدير هنا غير دا البالون ما هي رالونتيش يكمل ياكسيليري ويرد روحه يضرب ويروح من الكوتي اللي منها اللي فارغ كاع الكوتي جوش خليني نسمع جمال من لافون سونتر هنا سي اون اكسيون تاع دويال سي دويال ان دويال هنا الغلطه تاع قاسمي شاف الحارس خارج وخرج وحبس هو من المفروض عندما كانت عنده الكره يزيد في السرعه بور لو دريبلي سي با بور تيري باسكو بور تيري سي فري غلق له الزاويه غلق له لونجل غلق له خرج له شاوشي بالسميه تاع غلق له لونجل غلق له باسكو وين درواتي غلقلو من الجهه من المفروض شاب لي شوشي خرج وحبس من تما كيزيد عندك هنايا دو سوليسيون لو كان توري لاكسيون عاود وري لاكسيون حمزه بصح تنجم يحبسها من جهه يقدر يحبسها حبسها قبل السيرك قبل 18 شوف قبل 18 حبس هنا حبس الصوره هنا ينوبيه شوف ينوبيه شو وراه في البوانت بيناتي غير جاتك اعطيها هكذا طلوبي تدخل ولا هنا يدير روحه راح يضرب ويعاود ما لوب ما حبيش طلوبي كمل زيد اكسيليري ورد روحك ضرب وروح الكوتي جو عليه شوف لو جيست تاع شاوشي
شوشي دار على الكوتي دار سو الكوتي باش كان يروح ان بالو حيدرب ليه من الكوتي هذا الكوتي هذا اور اور سي انكور ميو بور شي كي يروح على دروات قاسمي قاسمي باش يروح دلوت كوتي صح باسكو باش يعاود يدور جبل اسكو سي لو تورنون دي ماتش حسب رايك Bon, ça ne peut pas être le tournant du match parce que c'était au tout des Mais bon, on ne peut pas dire que c'est un tournant. Mais quand Kadra, Fadla de la Hadef Hada, le Sejilat ou Nosra Hussein Day, quand Kadra, gérer intelligemment le match. Mais connaissant la faiblesse du compartiment défensif, quand nous sommes en train de faire ممكن يلوار pour conserver le résultat pour يعني يكتفي بهذا الهدف دونك 90 مينوت هو كان كل لو تورنون دو ماتش لان لو كان ماركه كان يقعد 1-0 ميم جوسكا لا فان مولوديا واش راح تنجم دير يماركي نقولوا هذا لو بيت صرا الماتش ايغاليتي يروحوا لي برولونغاسيون في البرولونغاسيون اي شوط كل مون انتوما قبل بدايه المباراه تحكم برونوستيك جمال مناد وعلي بن شيخ حتى فريق بالقائد اللي كان معنا قبل المباراه قلت لنا بان اللقاء راح ينتهي 1-0 للمولوديه اعطيونا من جبتوا النتيجه هذه لا انا قلت باللي لو ريزولتا راح يكون تريكي شويه ديفيسيل باش الفريقين هادو اللي راهم يلعبوا في القسم الوطني الاول شاهدنا يعني مباراه كثيره ونتائج كثيره تحصلوا عليها مولوديه الجزائر ونصر حزين داي في البطوله ما كانش فيها نتائج عريضه ولا يفوزوا بثلاثه واربعه وخمسه انا قلت كوم المولوديه سي ديرني طون ما همش يربحوا بزاف عندهم من بدايه المرحله الثانيه ما همش يفوزوا مباراه واحده فقط نصر حسين داي كذلك هي زالتر اونتر لو بون اي موين بون دونك انا قلت باللي صافي ديفيسيل بور لي دو زيكيب باش يسجلوا اكثر من هدف ولا هدفين صح دونك سي سا كي نوزا في دير باللي سافا ايتي تريكي والريزولتا هاو لا بروف صح خلينا نتكلموا مع علي على المولوديه اللي اصبحت في الكاس الثامنه لدانيال زاني هادوما في 2006 2007 فازت بالكاس مرتين في 2014 فازت بالكاس امام شبيبه القبائل اليوم في 2016 يعني كات كوب في لي دي دانيال زاني هادو من 2006 ل 2016 اربعه كؤوس وخسرتها في 2013 مع اتحاد العاصمه اسكو نقدروا نقولوا الان باللي مولوديه الجزائر اصبحت سبيسياليست على كوب لانها اليوم راهي وصلت وفاق سطيف واتحاد العاصمه بثمان كؤوس سبيسياليست وي نو شوز سير سيك كي تلحق فينال تدي لا كوب لان من الديبي من النهار بدات المولوديه كانت زمان كان فوتبول ديفيرام صح مي شاك فينال تديها المولوديه دونك لي يجيو كانا من لور يتبعوا في هذيك السيره لان التقاليد هادو ولكن لافونتاج تاع المولوديه هو لو بيبليك اللي يزيد يحمس هذا الغاشي كي تشوفوا زاد مقدك في الزنقه في الصطاد سي امبرسيونون دونك بلا ما تفيق تدخل تحب تربح باش هذا الشعب هذا يفرح سا سي ان افونتاج سي ان افونتاج جمال مناد المولوديه بثمان كؤوس الان خمسه او اربعه في العشر سنوات الاخيره وصلت الى الكاس الثامنه هل تعتقد بانه مولوديه الجزائر الان بضمانها منافسه قاريه العام الجاي راح تلعب كود لاكاف نقولوا الا سوفي لا سيزون تاعها في كما كان يقول عليه المشاكل تغيير المدربين كان المدرب في البدايه كان المدرب ارتور جورج بعدها مزيان ايغيل بعدها جاء المدرب عمروش بون كانت فيها اضطرابات كثيره هذا الموسم هذا عرف الفريق عرف مشاكل كثيره مشاكل خارج الميدان داخل الميدان داخل الفرقه داخل غرفه الملابس هادشي هذا جعل انه الفريق ما يقعدش مستقر ما يقعدش يعني يلعب بنوع من كومون دير افيك سيرينيتي افيك الاستقرار وبلو كالم افيك بون كونسونتراسيون هادو اللي جعلوا انه هاد كل شيء هذا اثر نو سولمون في المردود تاع الفريق وفي النتائج كذلك نتائج كي تكون مدبدبه هكذا عارف باللي كاين فيه داخل الفرقه كاين مشاكل وهذا اللي يجعل انه تحكم بعض المقابلات في بلوغين وين تشوف تشاهد انه
بعض اللاعبين يخافوا يدخلوا الميدان، يخافوا يعبروا، يخافوا يلعبوا، يخافوا يمسكوا الكرة. هذا الشيء هذا ما لازمش في المولودية، لازم اللعاب تضمن له يعني الهدوء، تضمن له باش يولي يلعب سون كومبلكس سون بريسيون. باسكو راك تشوف، حبيت نرجع برك مقبله، قلت لي على لو ريزولتا ان 2014 تانيك عندما فازت بالبطوله سيتي ان ريزولتا تريكي اي سي غراس او ماتش الترجيح بالبينالتي بلي بينالتي بيان سور. هنا يدل انه اللاعبين كان جميلي دار مباراه كبيره، حارس جميلي كان دار مباراه كبيره وكان وراء فوز المولوديه بالكاس. صح برد كمل روح. هاد المقابله تاع اليوم شبهتها ببري لا فينال مش عارفون كلاني تاع 2006 اللي حجاج فوضي الحجاج سجل بقطف صاروخ. كنت 2007 كنت ندير نشوف تقصوني في وحده من التلفزيونات هذاك الوقت، قلت لهم الماتش هذايا وهم كاين تسجيل، قلت لهم الماتش هذا واحد ما يماركي بيت حتى الغدوة إلا كشتير كيما اليوم كرة ثابتة، والبتاع اليوم يشبه ببري البيت تاع حداج. نعود نقولوا أنصار النصرية، ولكن أحب نقول كلمة على المولودية. تا بوزيت قطعته جمال سمح لي ما كملش هدرته. قلت لا كوب دافريك يلعبوا كوب دلاكاف، اسمح لي كوب دلاكاف مولودية ماشي اليوم دينا باسكو لا كوب تبدأ ونقولوا وكذا. فريق ضعيف 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 جدا، يا بوكو دو كومبارتيمون ويفو شونج يفو رونفورسي يفو رونفورسي في لي تروا كومبارتيمون. كاين دي جوار اللي ما يعرفوش يلعبوا يعني ما حتى فازوا بالكاس مازال بيان سور باسكو ماشي دوك نبداو نخسر البندير لا سيبورتي لي فرح وكذا، مي كان انسان اللي كومام يعرف شويه بالون. لا حبينا نلعبوا كود لاكاف ونروحوا لبعيد، يا بوكو تشوز ديجا كومونسون بار لي جوار، يا دي جوار كي دوفري اتر ليبيري باسكو لو نيفو مستوى محدود ما كاش. انت كون انا من قبل شفت اكسيون باش ما نجبدش برك لاعبين وين على الكوتي هكذايا جوار تاعنا راح يدرب لي الاخر لاقى الاخر راح ياتاكي هكذايا ورايح منا. جامي شتها في الفوتبال انا هذه، ما في لي مينيم جامي شتها، انت تروح تغلق منا ماشي منا. دونك يا بوكو تشوز ا شونجي يا ان رونفور او سان دي تروا كومبارتيمون. كاين حاجه واحده اخرى في هذه المقابله هذا لاحظت شيء هام وهام جدا، على قلت لك انا في البدايه قلت لك المقابله هذه لازم اتريكي تكتيك، مي كاين عامل اللي اثر كثير على النصر حسين داي وكان استغلوا مولودية استغلته مولودية الجزائر انه الفارق بيناتهم كان لو فولي الناحيه البدنيه لاحظت شيء انه بعض اللاعبين في النصر حسين داي ما يقدروش عندما سي كوم سي ايزون ايتي اومنوبيلي ايزون ايتي يعني تيلمون لا بريسيون، قال لازم تدافعوا غير دافعوا. شفت انا لاحظ بعض اللاعبين دي زاتاكون تاع الناد يروفني ديريير بور فير دي زيفور، واش يبقى لهم عاد ما تكون عندهم الكره باش يروحوا يهاجموا يبقى لهم والو. دونك جو بونس سا ايتي بوكو بلوس ان ترافاي مونتال و ايزون ايتي كوم سي بوراهم بوراهم سي كوم سي قالوا لهم العامل الاول هو انه لازم تدافعوا. يعني لاحظنا في المباراه ايوه. دونك لو فولي اوفونسيف الهجومات كانت قليله، علاش؟ باسكو نافي بلو جو. شاهدنا بعض كانوا تعبانين يكومونسي ا بالونسي القاسمي بلا تاتي تو، عندما تلقاو الهدف اللي شاهدنا واحد أربعة لاعبين القدام راحوا. علاه يا أخي؟ علاش من البداية ما استعملتوش هالطريقة؟ الطريقة صح طريقة تاع الهجوم، كي تهاجموا وتدافعوا سي كو فاسيل جمالك مدرب على بالك إيه يعني على اللاعبين تقول لهم اللاعبين هاجموا وتلقاهم يدافعوا. أم بعد كثير يقولوا العامل البدني هو اللي يجعل هذا النقص هذا. عندما اللاعب يكون مخصوص بدنيا عندما تطلب له يعمل هجوميا ودفاعيا يعطيك حاجه من الزوج هذا من هذ الاثنين. هو شوف لا دنيير فوا ولا شفيت كيف بلاطو وين قلت لك لازم لو ميليو تيرا يلعب فوتبال
كنت نقول لك لازم يحط يلعب يابوي. كنت تقول لي هذاك هو قلب الحبة. هذاك هو يطلع اليوم الميليو تيران سيا يلعب تاع مولودي فوركونات يحكموها يدربلي يدير اون دو يباسي سيا داير لو زون اوكيبي الميليو خير. سيتي ميو ستركتوري ميو دورغانيزي عندنا. باسكو علاه يزون سي لي ماتش دافون. مولودي يحكموا يرميوا برك وطوطون بونس كنت نقول لك انا. صح. اليوم سيا وهذه هي كافي لا ديفيرونس بين مولودي وناد. ولكن كي تقول لي انت سي با فاسيل جوار تقول له العب القدام ويقول لي لا لا سي فاسيل تا المدرب تقول له تلعب انت يفوك تي مونت ما تطلعش خطره زون نرابليه ما يطلعش نحبسه بصح في بعض الاحيان تحبسهم كامل علي في بعض الاحيان اللاعبين في بعض الاحيان اللاعبين تعطي لهم دي كونسين قبل الدخول الى ماشي رضوان ماشي اليوم ماشي اليوم نتكلم على مقابل بوندون بون ماشي قبل هذا الماتش يا دي موا للور وين تخدمها سي لو بلون تاكتيك قال لي فو لي ماتر اون كونفيونس بوسيهم يطلعوا ماشي اليوم لا في ناس ترو طار لا في ناس خلاص خلاص جا غريب دار كلش في هذا لاكوب تسمى دوكا غريب لعب نو مي لا رامني ان تروك حاجه اضافيه باسكو كي نهضروا على يعني اون جينيرال اللعب كان شويه عشوائي كان عشوائي يعني عشوائي وكان قاسي يشاهدوا الكره الطويله لقدام واحد مهاجم يروح وحده ما كانش ني سوتياني ني ابوي ما شاهدناش لي زارير لاتيرو لي زابورتي لو بلوس سو بلون اوفونسيف وين يافي دي دوبلومون ولا ما كناش نشاهدوا هادشي كاع دونك لو جو كيما قلت لك ايتي ديكوزو لو جو سي كوم سي فاغون فاغون لا ديفونس هنا ولا طاك لهيه يا با يعني ماشي تاع نيمبورت كومون سيتي نيمبورت كومون انصار المصريه تكلموا كثير على الحكم بنوزة قالوا حتى في تغطية زميلنا سعيد فلاح اللي كان في شوارع حسين داي يشاهد المباراة راح نشوفوا لا ديسيبسيون تاع بعض انصار النصريه وكلهم تقريبا كانوا ديسيو يتكلموا على الحكم قال كان من المفروض انه يخرج اللاعب قاسم مهدي بالبطاقه الحمراء بعد اعتدائه نشاهدوا هذه الصور ثم نعود تشجيع ونفسي على عناصر فريق مولودية الجزائر كل هذه الامور ربما اليوم الى حد الان منذ التحاق في النادي اتمنى ان يلعب يعني في القائم الاول لكن والله غير المباراة تحت المطول وما شغل ما شفناش بالون في زوج ما كاين والو الحق الحق ومبروك عليهم مولوديا حنا نقولوا مبروك عليهم هذا هو البالون تغلط خلص راك حزنا اليوم ياسر تحزن انا ولاد لوساندي ونحبوا الملاحه وياسر تحزن مانيش ميم با قادر نهضروا الحق الحق لا غلط واحد لازم واحد يربح واحد يخسر نشوفوك بليك ماتش ما لاش بيان سور بيان سور سي نورمال نورمالمون نربحوا الله غالب ايه ناد 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 كانوا فولونتير عليهم بريمير مي طول لعبوا مليح الله غالب احنا يا 500 متر قدام ما ماركيناش وهما 40 متر ماركاو الله غالب الحظ والله غير النهائي يعني النهائي هذه نقولها ونعاودها انا اللي قلتها من هيك ونقول هذا النهائي الناد هما اللي هداوها المولوديه ما لعبوش الناد ما لعبوش هادو ما اون كيساو ايكيب اللي تحب تدي لاكوب تلعب بالون قولي لي جوار لعبوا ماتش باب داروا مقابله شابه بزاف لعبوا مليح بالون ايتيليزاو لي زوكازيون قاسمي راطا اوكازيون هذيك هي لوكازيون تاع الماتش كاع كان قادر يبول فيرسي كاع الماتش بون مولوديا عرفوا يجيروا الوقت تاعهم ثاني ماركاو بوصوف ما يسالش فيها هاد لاكسيون كاع ما عنده حتى داخل لي جوار لي ديفونسور بون داروا دي بتيت فاي لادفيرسير عرف يتيليزيهم ماركاو هذه هي لا فينال خو تلعب تربح خو كلوميير غاني روح رياضيه كبيره من انصار النصريه عليه وكاين اللي يعرفوا كره القدم يعني قال لك النهائي لازم تلعبوا باش تربحوا خسرنا قال لك واحد قال لك احنا 5 مترات امام شوشي ما سجلناش هو من 40 متر سجل قال لك بصحتهم فازوا بالكاس سي دو بونغار يعني سي دو بونغار واش قالوا يعطيهم الصحه ولكن واحد فيهم قال الكلام اللي عجبني انا قال لك النهد ما لعبتش وصح ما لعبتش النهد باسكو لو كان سيا ويديروا شويه كيما المولوديه يحطوا بالون ويطلعوا سي ويكريو كيما شفناهم سارتا ماتش النات كانوا بوتات يقلقوا المولوديه بوتات ريماركيو ما تعرف ولكن ما لعبوش النات
يحكموا يرميوا القدام مولوديا زيتي لازم يجيبوها ولا يمشيوا سياو كرياو باو لو بيت هذاك باو نقول لك صاريف نقول لك ماشي هكذاك باو. خلينا نشوفوا ايضا الصوره حمزه اعطيني صوره اللقطه الاولى اللي اثارت الكثير من الجدل لقطه بشيري لما في حديث على ضربه جزاء. خلينا نشوفوا اللقطه اللي كانت مع بدايه المباراه واللي طالبوا فيها عناصر المولوديه بضربه جزاء. هل فيه ضربه جزاء ما فيهش ضربه جزاء؟ الحكم ربما لمحللينا. جمال بدات هل تعتقد فيه ضربه جزاء ام لا؟ في بدايه المباراه تاع بشيري لما هنا ايوه هنا نظن انه كان فيه حاكم خامس الرابع خامس يكون على الخط الكورنر يقدر يشوف يقدر في الفلوريات يقول له لا فيه ضربة جزاء ولا ضربة جزاء يقدر يقول له علي بشير وانا اعتقد فيه ضربة جزاء انت حسب رايك فيه ضربة جزاء شوفوها هنا بالصورة البطيئة علي تعتقد باللي كاين ضربة جزاء ام لا؟ هو سي فري هو لا باسكو يلي تي كاشي الاربيتر الاربيتر ما كاشيش علاه قلت لك يكون كاتريام ولا سانكيام اربيت اللي يكون في الكورنر في لادين دو كورنر يشاهدها هذه باسكو اللي طوف على اليد علي ما حبش يقول لا جوج دو تور لا هو هنايا نستنى في لاكسيون تحبس ماشي هاي لاكسيون ايه دونك غير يعاودوا فيها هنايا هو سي فري حكموا حكموا هكذا فراكسيون سكوند جوست بور لو ديزيكيليبري هذاك هو صح لو بيناتي لوجيكمون سي افي ان كاتريام اربيت يقدر يشوفها كان بوتيتر يشوفها صفر ولكن مولوديا قالنا الميريت ليكسبيلسيون دان جوار تاع قاسم مهدي تعتقد بانه يستحل يستحق البطاقه الصفراء ثاني كارتون كان هو قال يخرجوا جمال انت موافق على شيء؟ اه وي وي قاسم الى كومي اون ايرور ضرب يعني اللاعب من الوراء سينونيم دو دوزيام كارتون سينونيم دون اكسبيلسيون ورينا صور التتويج المخرج حمزه سلمي صور تتويج بكاس الجمهوريه في غرف تغيير الملابس لاعبين فرحانين بالتتويج بالكاس هل تعتبروا اليوم بانه عمر غريب مثل ما صرح بعد المباراه صرح بانه رد الدين تاع 2013 انت اللي كنت في 2013 جمال مناد هل تعتقد بانه رد هذا الدين بهذه الفرحه ورينا صور التسليم من طرف السيد الوزير الاول عبد الملك سلال لما منح الكاس الى قائد المولوديه اللي كان اليوم اكسبري شوشي كان كل من شوشي وحشود مع بعض حملوا الكاس بحضور عمر غريب شكون اللي رد الدين شكون اللي اعطى الاخر هو يقول عمر غريب قال بلي انا رجعت الدين لاني خسرت الكاس في 2013 رجعت الدين للانصار تاع المولوديه هو اللي رجع الدين قال لك فزت بال 2016 وانا سمعته قال في 2013 باللي انه داولنا الكاس لا حتى البارح صرح قال باللي داولنا الكاس داولنا الكاس دونك هذا الشيء هذا نظن يعني بالك قالها لا بخي جو فو دير الى بخي سا ريفونش الى بخي سا ريفونش فوالا سيت اون ريفونش سيت اون ريفونش بارابور اكي اسكو لادفيرسير ولا الناس اللي عاقبوه اللي حاولوا الكاس وعاقبوه ايه هذيك كان يوضح لازم يوضح لازم يوضح صح لازم يوضح حضور شيتا علي بن شيخ رغم ان اصابته الى انه كان انا نشوفه في الصوره الان حاجه مليحه لما الواحد ما ينساش اللاعبين اللي ساهموا في هذا الوصول الى النهائي رغم انه ما لعبش منذ حوالي اكثر من شهر بسبب الاصابه سي اون بون شوز كي تفكر بيان سور نو سي اون بون شوز كي تطلع كاع لاعبين طلعهم كاع يتيك شكروك حاجه مليحه يطلع يدي ميداي في بارتيسيب دوماج تبليسا كنا هو كان في الوسط يزيد حتى قادر يعاون بون مي هذا هو الفوتبول بوزيدي صرح وقال بانه تمنينا نفوزوا بالكاس اليوم ولكن قال لك الحمد لله جازت المباراه في روح رياضيه عاليه وهذا هو المهم قال لك مي حنا نوري ايمين دو لاكوب قال لك مالوريزمون ما قدرناش قال لك المهم انه المباراه جرت في ظروف عاديه حقيقة بون اون بو دير اي بو دير سكيل فو باسكو علاش اون دور دي دو زوكازيون اون بريمير ميتون تو ديبي دو ماتش مع بداية اللقاء لا فوت ليرور تاع هذاك بشيري وكاينه واسمو لقطة لقطة أخرى وفرصة أخرى كانت ممكن نصلحوا جدا نسجل هدف آخر نعم مي من بعد
شفنا صنجر حسين داي يعني بهجوم خطير بلقطات خطيره بثغرات بلعب يعني هجومي القدام في الشوط الثاني. هادشي هذا اللي يجعل انه الناس دركا لي سوبورتير تاع الناس ميم تاع الناس لي فري سوبورتير اللي يعرفوا بالو سمعناهم قبيله قال لك يقول لك باللي اون ريان في بور غاني. علاش قلت لك انايا هاد السمانه كي هضرنا على هاد المقابله قلت لي ان كوب قلت لك ساسجو ساسكان ساسجو با قلت لي لا لا ساسجو اليوم بان الفرق نهد ما لعبتش ما ماركاتش مولوديا سيا تلعب بارابور على كاع لي ماتش سيا وكريا وكالكو زوكازيون دو بيت سونترا ودار شويه تقلق قلقوا شويه الناد دونك ايزون ايزون اوبتي بور ان جو كوميم اي زون اوكوبي لو تيرا و سالي يا يا لو فاكتور يا لا بريسيون هذيك اللاعبين سي كوم سي كانوا متخوفين من المولوديه اللاعبين تاع النصريه تاع النصريه هذا اللي جعلهم انه ينقصوا من المردود ينقصوا من يعني من من اللعب الهجومي وزيد يا يا مونك دوداس دي جوار كي مونكي دوداس كي نوزي با ابار جسمي حاول في بعض الاحيان حاول كيفاه يترونسبيرسي هاد لا ديفونس يحاول باللعب تاعو اللعب تاعو هذاك اللي مي انديفيديوالمون واحد كبرك ما ديرش انا انا جو بونس شوف تبعنا هاد اليامات لي 24 هاد ولا 48 اور شفنا بلي الناد هضروا بزاف صح كنت حنقول لي يعني اسكو هذاك لو فات كو ماشي كيما 2013 2014 هضروا بزاف زادوا جابوا لا فامي حيماني زادوا داروا امبريسيون عليهم بيان سور هي لا مير فاسا واش كنت نقول لك انا حنا فينا نوطرينينا بالموسيقى واحد ما كانش الحس ما والو احسن كان يزولي ولي جوار ما يجيبوا لا اكس لا ايكراك عندهم من ريونيون يونترينيو كونسونتراسيون ترونكيلوس ما مولوديا باركونت ما سمعناش طون زون طون سمعوا عمر سكي اريفي اون 2013 عليه مولوديا انت كنت مدرب تاع المولوديا 2013 وانا ما كنتش نتكلم كانت الصحافه هي اللي تكلم في بلاستيك ولكن اللاعبين كانوا يتكلموا واللاعبين كانوا يتكلموا بزاف غلطه كانوا يتكلموا بزاف هذا الشيء هذا اللي يجعل انه فقدوا الوعي تاعهم فقدوا لانفلو نيرفو دونك ايزون تو ديبونسي في الهضره في الاخر في المونك دو كونسونتراسيون وزيد طربوس الحنين هذاك في الفندق تاع شيراتون دونك هذاك الشيء هذو هما العوامل اللي جعلوا باللي مولودية الجزائر ما ديناش لاكوب يعني ان ديبو ان ديبو نيجاتيف بور ليكيب ان ديبو لي 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 بريباراتيف تاع لا فينال هادي باكلي باكلي الحاجه اللي يتكلموا عليها كثير تكلم ذلك على هذا العام المولوديه يقولوا في كل مره تكون مرشحه تما اللي ما تفوز مثلا في 2013 كانت هي المرشحه للفوز من حيث ليفيكتيف كنتوا اللي تحكموا الاولى لا كنتوا اللي تحكموا تربحوا بثلاثه اكبر الفرق اللي شفتوا عليهم مي هذه المره المولوديه كانوا يقولوا بزاف انت كنت تقول بلي النصريه هي المرشحه على المولوديه كيما تقولش المولوديه مرشحه الناد عندها بتيت افونتاج شويه على المولوديه علاه لي ماتش اللي فاتوا كانوا شويه ان بي اورغانيزي اليوم ما نا با في لو ناد اليوم ما لعبتش الناد دونك كي ما تلعبش ولكن سي با داكور كي تقول اللي كنا الكلوب كان مرشح هو اللي ما يديش لا حنا في ليبوك تاعنا كنا تال شاك فوا مرشح حنا المرشحين وكنا نديو لان كي تكون عندك ايكيب هاتفيا الان على المباشر معنا عبد الرحمن حشود مسجل الهدف الوحيد في لقاء اليوم عبد الرحمن حشود مساء الخير و ألف مبروك على التتويج بكأس الجمهورية الثامنة. هذه الأولى بزاف نشكر بزاف للبوبليك تاعنا اللي ماتش تاعهم تاع اليوم كي رحنا الصباح حنا الكويت شفنا اللي ماتش البوبليك تاعنا دخل على 7 تاع الصباح وكيما نقول لك شفنا باللي المدرجات على 7 تاع الصباح كانت مكسرة هذه هي حاجة احنا كدي جوار أثرت فينا بزاف وحبينا نهديو بزاف كيما نقول لك الكأس هذه للأنصار تاعنا اللي يستهلوا كاع الخير. عبد الرحمن الهدف اللي سجلته بصراحة كنت حاولت حول مخالفات كثيرة نفتهم اليوم مباشرة ما كانتش في الشباك كيفاش جاتك كيفاش حتى خممت أنك تقدم في الكرة في اللقطة على الهدف دونك الصف كما أقول لك الصف تكنيك أطلب مني باش نسدد أنا وزغدان والحمد لله جات في الصواب
دونك ايسييت دي كونفرون وين ما صلحتش. الحمد لله في اللقطه هذيك ايسييت باش كيما نقول لك باش نسدد، وشفتو كنت لاحظ باللي الحارس تاع نصر حسين داي ضعيف شويه في التسديد، والحمد لله وفقني ربي بفضل الزملاء تاعي بفضل الانصار، وهذه الكاس نهديها بزاف للانصار تاع المولوديه اللي يستاهلوا كل الخير. عبد الرحمن حشود كاخر سؤال، هل راه معنا جمال مناد وعلي بن شيخ، هل تعتقد بانه هذا الفوز يخلي المولوديه يعني سلكت الموسم تاعها، يعني لا سوفي لا سيزون تاعها بما انكم حتلعبوا كاس افريقيا العام الجاي؟ بون، الحاجه الاولى بزاف ليا الشرف باش نهضر امام جمال مناد وامام بوحنيكا وامام بن شيخ. هذه كاس ناديها لجمال مناد وبن شيخ وبوحنيكا، ونعرف باللي بن شيخ يحب مولوديه بزاف، ونعرف باللي جمال مناد كيما نقول لك يحب مولوديه. بن شيخ هنا مقبله. بياسر نشكرهم بزاف، واش نقول لك الكاس هذه راح تخلينا كيما نقول لك نكملوا البطوله بقوه، باش ننساو باللي مازال ما صوبيناش ليكيب من البقاء، دونك نفرحوا تروا جور ولا، ومن بعد كي نركزوا بزاف على البطوله. وبالمناسبه نطلب من الفريق نصر حسين داي ما يتاثرش بهذه الهزيمه، فريق نصر حسين داي مدرسه كرويه خرجت لنا رابح ماجر، خرجت لنا مرتقان اللي كما نقول لك نعتزوا بهم، وان شاء الله يكملوا حتى هما البطوله بقوه. يعطيك الصحة، وعدتنا عبد الرحمن حشود باش تكون معنا في البلاطو، راكو فزتوا بالكأس، ننتظروك باش تكون معنا هنا في البلاطو رفقة علي بن شيخ وجمال مناد. لي شرف باش نكون أمام جمال مناد وأمام بن شيخ وأمام بوحنيكا، لي شرف كبير، إن شاء الله كما نقول لك نكون معكم في البلاطو إن شاء الله. إن شاء الله، مرحبا بك وألف مبروك مرة أخرى، وشكرا على أنك أعطيتنا من وقتك والتحقت بنا هاتفيا مباشرة قبل خروجكم من الملعب، شكرا لك عبد الرحمن حشود. الله يسلمك. جمال مناد قال باللي لو فات اللي شفنا لي سيبورتور صباح قالوا لنا 6 تاع الصباح كانوا في الملعب وعمروا الجهه تاع المولوديه، قال لك هذه اثرت فينا بزاف. اسكو سي اون موتيفاسيون بور ان اونترينور كي يتكلم مع اللاعبين يقول لهم انتم مازالكم راقدين لي جوار ديجا راهم عمروا الملعب؟ وي سي هذه ماشي غريبه على انصار المولوديه، مي كومام 6 اور دو ماتان. اه وي بيان سور، لو فات دو دير سا، يعني كي تقول لهم اللاعبين اول كلام اللي توجهوا للاعبين قبل ما تبدا يعني لا ريونيو هذيك تاكتيك تكنيك اي تو، دونك تقول لهم هذا الشيء هذا راه يحفزهم. وانا حبيت برك يعني نتكلم على المردود تاع حشود ويعني طريقه اللعب تاعو. انا نظن هذا الشيء هذا طريقه اللعب تاعو انا نظن بفضل الذكاء تاعو، بفضل الذكاء تاعو، لانه شوف كلاعب مدافع ايسر في المحور، عندما الكره تكون في الهجوم في اليسار هو يتجه الى الوسط، هذا اللي دفعه باش يسجل اهداف كثيره هذا العام. صح. سجل هدفين ضد اليسمى، مش كثير هذا العام، سجل هدفين يعني لي دو ديرني امام اتحاد العاصمه، وسجل امام تبسه، امام تبسه هذا اللي يقال يعني انه منذ عوده عمر غريب ولا يسجل حشود. تقول لي سي اون كوانسيدونس، مي لا فاسون دو جوي تاعو، لا فاسون دو جوي غيرها، يعني هو غيرها، يعني شاف باللي الفريق راه ناقص من خدمه تاع مهاجمين تاع الصح اللي يسجلوا اهداف، باسكو ما شاهدنا هذا العام ما فيهش اهداف كثيره، ما فيهش اهداف كثيره وما فيهش لاعبين اللي راهم يعملوا الفارق. دونك هو كاش كي لافي راه في الدفاع، ولكن من الناحيه الدفاعيه يبقى له شويه عمل كثير، يبقى له عمل كثير، ايه، لانه في سون بوست دو بريديليكسيون او ديبي سي ان ميليو اوفونسيف في اللاكس اكسونتري بزاف، ماهوش مدافع، دونك إلى روتروفي سي سونساسيون سو بو اوفونسيف، يعاون المهاجمين يروح للوسط الميدان، هذا اللي يجعله باش يمكن يكون في مكان مناسب. سي سكي يشيرشي، سيش كيش يشيرشي او تو ديبي دو ماتش، يشيرشي ان اوندروا اون زون فارغه وين يقدر يسجل. علي بن شيخ، عبد الرحمن حشود اهدالك الفوز او اهدالك هذا التتويج، قالك نهديه ايضا علي بن شيخ، قالك اللي على بالنا باللي يحب المولوديه، يعني الكثير اللي يقول لك ينتقد في كل مره علي بن شيخ، قالك بصح العديد من اللاعبين قالوها
قالك نسمعوا له باسكو سي ان اونسيان جوار وجاز على ليطاب تاع النيفو العالي. قالك وبالتالي ما نتقلقوش من الانتقادات تاعو حتى ويقولنا ما تعرفوش تلعبوا. انا جوار قال لي مام يقول لي ما نعرفش نلعب. قالك يعني شفنا لي فيديو تاعو كي كان يلعب. قالك كي تجيك من عند لاعب كبير صافي بليزير كو دي جوار دي مولوديا يهديو لك الكاس رغم انه البعض يقول لك ينتقد كثير لا نشكرهم كاع يتك على هاد ديجا على لا فيكتوار لان فرحوا الشعب تاع مولوديا في لو مومون فولو. اليوم داو لا كوب واليوم الشعب هو يفرح ما يستناش شهر ولا شهر اليوم هو يفرح فهمت دونك سا سي امبورطون فبداش ما يستناش شهر ولا شهرين في امانه لا تما اليوم اليوم دوكا الشعب وخرج برا يدي في اللي صح الاجواء في العاصمه وكي نقول انا كاين سيرتان جوار ما يعرفوش يلعبوا معروفين كاين سيرتان جوار صح ما يعرفوا مانيش نقول لك كاع ليكيب صح كاين كلكو جوار كان كلكو جوار ناقصين انا حشود باغ اكزومبل لو كان باش يديروا ميليو دروا مولوديا ا بوزوان دار لاتيرال غوش يطلع ان لاريير لاتيرال دروا يطلع مولوديا ا بوزوان دو جوي لو فوتبول دو بو فوتبول اي سورتو اوفونسيف في سان جوي ممنوع على فريق يلعب للنور يا رضوان دونك لا بوزوان سي دوما ان شاء الله جمال يحكمها نتمنى له يحكمها يجيبوا ان بوناري لاتيرال دروا حشود يلعبوا يديروا ميليو دروا يطلع لاريير يبو لوي دوني دي باسكو هو عنده تري بون فراب فان تري بون فراب يعرف في لي مومون دي بيت يعرف كاش يدير مي ا دروات اون ا بوزوان واحد اللي يطلع فيك ميليو تيران كان مليح بور سا كو جو دي كاين سيرتا يا سيدي ما نقولوش ما يعرفش يلعبوا مي لازم يتليبيراو كالكو جوار مولوديا في سي جوي انا كي نشوف المولودي هكذا نحب نشوفها احسن هكذا جمال نشوفها احسن نحب نشوفها تلعب فوتبول انت تشوفها كيما كانت تلعب كي كان مدرب جمال كان كان ثلاثه بالزوج كان اون فواي في دي فاز دو جو اون فواي كان طريقه تاع لعب كان هذا واش ما طلبناش طلبنا تلعب فوتبول يا اخي هذا ما كان صح صح ولي هذا كيما قال عليه على حشود بون انا شو با داكور باش يلعب او ميليو في اللاكس Je ne suis pas d'accord. Non, mais il est beaucoup plus excentré. Mais comme le poste d'arrière latéral, donc هو يقدر يلعب ويطلع طالع حاضر. زعما يخدم الكل كيما فرحات كيما فرحات في الاسبوع. حشود خير انا نشوفه فيه ما ينجمش يلعب كيما يلعب لارير غوش هو اسمه هذاك. زغدان. ولا ايه يطلع. علاش؟ يعني واحد بيقول لك بلي ما يقومش بالعمل الدفاعي. ميليو دروا اكسونتري جابد. C'est comme si tu prenais 4 défenseurs, 4 milieux. Un arrière latéral droit est offensif. Deux excentrés. Un arrière latéral droit est offensif. Je parle. Je vois que qui est là, Hachoud, en tant que milieu qui est à droite, c'est le côté droit au Karabakh. C'est le centre qui est en retrait. Parce que Khadma, qu'on en retrait. عنده تري بون فراب يضرب هذا ما كان علي بن شيخ عمروش المدرب تاع المولوديه قال هذا ردي للناس اللي قالوا عليا بلي انا مدرب صغير يعني بتيت اونترينور مانيش مدرب كبير اسكو تشوف بلي راهو قلبه معمر يعني ابري سيت كوب ولا بالك الانتقادات اللي كانت ضده خاصه بعد ما الانصار زعفوا عقب مباراه الاربعاء قالك يعني انا ريبونديت لهم اليوم في التيران انا جو بونس كو لطفي فرحت له كي ربحوا وربح هو معاهم سي اون بون شونس سي اون اكسبيريونس او شاب جاي للفوتبول في كلوب ديفيزيون ستادير سينيور موالف يحكم كاتيجوري جون موالف يحكم اون جون انا جو بونس كو مالغري الناس ولا ضروا سمع كلام هكذا لا ريبونس ماشي في محلها فالي با يفرح وخلاص زعفوا عليه جو سوي سور كي نهار صرات هذيك واش عليه حوايج اللي جوزو انت افونسي انت افونسي روح افونسي ان شاء الله هذا ما كان المباراه القادمه للمولوديه بعد الان تكلم عليها حشود قال لك باش نسلكوا الفريق لانه الفريق من ناحيه ماتيماتيكمون مازال مهدد بالسقوط ولو انه البقاء راح يلعب بين فريق اتحاد البليده وسريع غليزان في لي ريزولتا تاع امس بعد ما بليده دار التعادل في ملعب 20 اوت وسريع غليزان فازت امام شبيبه الثوره ولكن المولوديه لم تضمن بعد البقاء. نظن كاين فريقين راهم مهدين يعني تماما واحد يعني فيهم غليزان وبليده لانه مولوديه الجزائر راح يلتقي بشباب قسنطينه نعم يستقبل شباب قسنطينه يستقبل شباب قسنطينه الاخيره عنده وفاق سطيف دونك هنا
في المقابلتين بليده وغليزان. المباراه الجايه وحده راح تسقط، وحده لازم تفوز. ما فيش يعني تعادل ولا لا، ولكن جمال كان نروحوا بشويه برك. فريق تاع غليزان عنده 30 نقطه، 30 وفريق 29 بليده. لا 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 الاخر 29 الاخر 30 30 لا 30 بليده عنده 30 الان، وفريق غليزان عنده 32. ايه لو كان مازال ثلاث مباريات، لو فريق البليده يفوز الاسبوع القادم او الجوله القادمه، لانه ما فيهش جوله يوم 7 ماي، لو يفوز يولي ب 33 نقطه وغليزان تولي 32 نقطه، ولكن من بعد يبقاو دو ماتش لغليزان، دو ماتش غليزان ا دوميسيل. نو عندهم مباراه ا دوميسيل وعندهم مباراه في الحراش اللي خلاص نقضت الموسم. لو تفوز بالمباراتين هذوك لي سي بوين هذوك يقولوا عندهم 38 نقطه، يعني سلكوا. وفريق اتحاد البليده اللي يكون عنده 33 بوين اذا فاز الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي امام غليزان 33 نقطه، يزيد يبقى لهم مباراتين ايضا من بينهم واحده فوق الديار. لو يفوز بالمباراتين عندهم مباراه ايضا في الصوره وعندهم مباراه يستقبلوا فيها، لو يفوزوا بهذيك المباراتين يقولوا عندهم جمال 39 نقطه 30. وبالتالي يقدر يعني لهذا الناس باش تحسب مليح. كاين اللي يقول لك خلاص راح تلعب غير ببليده، وما تلعبش غير ببليده وغليزان، حتى شباب قسنطينه ومولوديه الجزائر يعني اللي ما لحقش 37 نقطه، احنا نشوفوها في القسم الثاني. شبيبة بجاية ب 37 نقطة، لو تخسر مع الشاوية ممكن تسقط ب 37 نقطة، وبالتالي ماتيماتيكمون ما زالت الأمور لم تحسم عليه. نظن بلي المولودية الآن لوفوري المولودية عندهم 34 نقطة. مولودية دوك البروشام ماتش مع شباب قسنطينة لازم تفوز، هي لازم تفوز، ولا فازت مع قسنطينه الناصيري لك ما تحبطش، ما تحبطش، لانه بعد تبقى لهم مباراه خارج ديار ومباراه يستقبلوا فيها وفاق ستيف اللي ربما ما راحش يلعب حتى على شيء الان. من الفوز ضروري، ضروري نعم، الفوز ضروري، تعادل لا لا، تعادل لا، لانه يدخلك في حسابات. ولكن شباب قسنطينه يفون با فوار سا دو، مي بعد الفوز تاعهم امس امام دفاع تاجنت يعني الامور تحسنت شويه لشباب قسنطينه، عنده 36 نقطه يعني تنفس شويه، ما زالت له تخصه نقطه من اجل تحقيق البقاء. نروحوا الان الى دائما مع لقاء الكاس. المولوديه الان يوم 13 اوت لا سوبر كوب راح تكون بين مولوديه الجزائر واتحاد الجزائر يوم 13 اوت. ان شاء الله برك ما يدخلوش لي سيبورتر على 6 تاع الصباح، ان شاء الله برك سخانه تاع الموادوت جيسبر ما يروحوش على 6 تاع الصباح. لو 13 اوت الناس تكون في البحر، الناس تكون كل واحد وين. لا سوبر كوب لازم تبدا قبل بدايه الموسم باسبوع، الاسبوع اللي بعده تبدا جيسبر يديروا على 8 تاع الليل سيرمون. جيسبر ماشي سيرمون، موالفين نشوفوا على الوحده سخانة تقتل ويدير لك ماتش على الوحده. جيسبر لي بريفيرا جيسبر او موا 8 8 ونص صافا، مي اون اورا كومام في 5 جويليا. نعم 5 جويليا بارتي دو سي هي الناس راح تكتشف المولوديه تاع العام الجاي. شوف المولوديه تاع العام الجاي والياس ما كيف كيف، لازم الماتش يندار او موا مينيموم 20h30 والتيرا يتشمخ يتشمخ الطاروزه باسكو مو الكره تمشي بيان سي، باش الكره تمشي باش اللاعبين ما يتغموش. فهمني تما نجمو ان شاء الله نشوفوا مقابله مليحه، شوفوا مقابله مليحه بين المولوديه والاتحاد. الاتحاد اليوم اللي احتفل البارح بالفوز بالبطوله، ولكن دوك انصار المولوديه بالاصوات اللي رانا نسمعوها في العاصمه راح يحتفلوا هما بكاس الجمهوريه. نشوفوا انكو دينا شوفي تاع لي سمال والله والله رانا واش نتمنى باليوم وغدوه يحتفلوا مع بعض، يحتفلوا اونصومبل لي سما مولوديا جيران وحباب من زمان زمان، الاخرين شامبيون دالجيري والاخرين داو كوب دالجيري، يديروا لا فيت اونصومبل وتولي العاصمه زاهيه والدنيا كاع زاهيه ماشي خير. صح كوينسيدونس لي دو كلوب الجيروا رومبورتي لي دو تيت لي دو تيت شامبيونا اي كوب. وصارت هذه ثاني في 2014 2014 لما فازت المولودية على شبيبة القبائل في ملعب البليدة، فازت المولودية بالكأس والبطولة فازت بها اتحاد العاصمة، يعني كل مرة تفوز الاتحاد. ولهذا أنا اليوم نقول لهم اللي جوار يعطيكم صحة، لأن في تو لي بروبليم اللي صراو باسكو زون يو دي بروبليم اللي جوار يفو حنا كنا صح عطيناهم شوية مطرق، ولكن في الحق على كل حال، ولكن الباساج اللي جوزوه في المشاكل وكذا وعاودوا تروسيزاو
قولوا لهم يا خويا يعطيكم الصحه اليوم. الباركور تاع النهدي نو با دي ميريتي. لا النهدي قال باركور ثاني عرفوا مواجهات صعيبه وخارج الديار خارج الديار. جمال رانا نشوفوا في صور رانا نشوفوا في صور تتحدث احنا نشوفوا في صور رائعه في احياء باب الواد صور تخص الفرحه الكبيره لانصار المولوديه اللي راهم خالقين اجواء خارقه للعاده في باب الواد. شيء يعني يخلى العاصمه يعني راهي زاهيه راهي زاهيه راهي زاهيه عليه كما العاده. تفكرنا في الايام زينه الايام زينه. انا اليوم وزت فرحت قناتك اليوم غير تفرح. نعم بيان سور سي 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 كي حاجه صح نقولوها ماشي ما احنا ما نقولوش غير حوايج وين ماشي ملاح. اليوم وين فرحت لي دو سيبورتور اون امبيونس اكسترا اللي من ناسيونال اليوم كاع الناس تغني معاه صح. الاعلام اللي هي اون فاس سي صافي صافي ان بون مومون ما شفناش هادي صح. وهذا الكلام اللي كنا نقولوا احنا سمعوه ان شاء الله ويعطيهم الصحه لي سيبورتور تاع لي جون لا جونس هاي بدات تفهم وراي فير لو بون شومان. لا الانصار توجور يعطيونا دروس جميله. راح نتكلموا بعد قليل حول البطاقه الحمراء راح نتكلموا على الانصار. تسمح لي تفضل عليك. نتكلم على واحد نسيتو اني كتبته هنا تكلم عليه جمال وزيد تكلم عليه مش عارف علاش ما كانش يلعب ضرار جا هذا كان يحط بالون كريا دونجي يرى لونتيج لو طوي لحقو صحابو يدير يدير سيتي كان السم القاتل. سيتي عجبني ما كانش يحك بالون هو كان مهبول يحط يعني يحط بالون يدري لي راه دونجيرو في الكومبارتيمون اوفونسيف تاع المولودية. يا خويا سي جو با علاش ما كانش يلعب ما كانش يلعب وكاد يغادر في الميركاتو فكر يغادر. اظن كاين عامل يجعلو انه يبذل المجهود ويبان باللي فري كاليتي تاعو هو انه اولا لانفيرونمون لا بريباراسيون لا فيرفور دي سوبورتير اي بلوس لو تيران كي تي غازوني هو يلعب في تيران غازوني كان يلعب بيان في احسن من بولوغين صح. هو عندما جاء المولوديه يلعب في بولوغين في طارتون من العلمه لطارتون من العلمه في غازون وبولوغين طارتون لو طون دو دابتاسيون يلزم لك دونك سي البونوم يلا يو دي ديفيكولتي مي صاب ان تيران باري ان بو تيران شباب ما شاء الله يلا روتروفي سا جوا سا جوا. علي بن شيخ كي شفنا المباراه انت فرحت بفوز المولوديه رغم انك في كثير من المرات تقدم انتقادات بناءه. قلت لي انا نفرح باسكو سي مون كلوب هذا الكلوب اللي رجعني يعني في اليوم علي بن شيخ اللي لعبت وفزت بالالقاب مع مولوديه الجزائر. هذا الشيء ربما يخليك قلت ما لكن هذا الشيء كما كنت تكلم منذ قليل قلت ما لازمش يخلينا نغطيو العيوب اللي راهي في مولوديه الجزائر. احنا نتكلموا على الانتقادات من اجل اصلاح باش نصلحوا هذه الامور. وقلت انا ماذا بيا نشوف مون كلوب دو دو يعني اللي تربيت فيه ورجعني كما قلت انت رجعني الاسم اللي راني فيه اليوم يكون دائما يدوميني لافريك ماشي غير يلعب على شامبيون ولا كوب. بريميرمون انا علاش ننتقد سواء لاعبين ولا تسير باسكو صح انا نحب الكلوب وليد الكلوب ما نحبش لوياسما ولا نحب جياسكا ولا نحب نحترم هاد لي كلوب جلي ريسبكت بوكو فهمني ولا سيار بي ولا نحترم هاد كاع لي كلوب الجيريا ولكن مولوديه نط فيها كبرت فيها هما اللي صغيور يعطيني ان بون نروح نشري صباط بالتيكي يعطيني قفه نشري حوايج ما ننساش هاد الشيء هذا وبيه تلونسيت وبيه درت بزاف حوايج. ولكن انا كي ننتقد انا نحب مولوديه لوجيكمون المولوديه الجو غير لي تشامبيونز ليغ تعرف الشعب اللي عندها مقبول من اللور سي تونيزين يا اخي سي 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 تون مارك مارك بيان ديبوزي ماشي سي با لا ما كاش تسير برك فوضاوي همجي تاع البيسري هذوك سقايط وكذا نو مولودي انا با بزاف مولودي لا بزوان دركا منا لقدام لا بزوان دان بروجي سبورتيف دي تيرا وين يونترينيو الدراري تاعنا ونبداو نخرجوا اللاعبين من التم لان ما كاش لاعب في الجزائر اللي ما يتمناش يلعب في المولوديه يكذب عليك. هنايا كاين كاع لي كرون كلوب جياسكا سيربي لياسما لمسي كاين سطيف ولكن كاع لي جوار يحبوا يلعبوا في المولوديه خاطرش تحب ولا ما تحبش تجوز على المولوديه وتكون تلعب مليح اسمك ينطبع هذه ما مفروغ منها. ولكن اون بيزوان دان بروجي سبورتيف دان تيران بليزيور تيران وين نبنيوها للدراري تاعنا نوجدوا فريق كيما لازم الحال بلو دو سكوندال سكي عيب كنا علاش طلعنا احنا السخانه نتنرفوا واش كل دوره نسمعوا سكوندال نو بلو جامي سا. اليوم الحمد لله شعبه فرحان يا كوب داجيري
يا تروا ماتش حارس تروا ماتش تروا ماتش ثلاث مباريات افير سي من درك ان شاء الله المسؤول المسؤول نقول له عمر هو اللي راه مسؤول عمر دوكا عسب واش قصرت معه وحكينا شويه وكذا من دركا من يومنا هدايا يبدا يخمم مع الجماعه اللي يجيو يكونوا معاه يبداو يخمموا للعام الجاي ما استناش تروا ماتش يخلصوا لي تروا ماتش جاميون طرين يوراهم بلاص يقال بانه دخل حتى في اتصالات مع بعض اللاعبين من اجل الموسم القادم بعض اللاعبين اللي برزوا في المولد نعم اسمح لي ما لا ما لازمش تكون غلطه اللاعبين بس المدرب بيان سور المدرب بالك جبل بنادى يخبي علينا بالك هو اللي قالوا كونتاكت لي دوك لا لا خلينا يخبي ما يخبيش انا على بالي بكلش ما نخبي والو انا لا هي انا السياسه تاعي واضحه السياسه المدرب ان شاء الله يكون جمال اي اللي يجي من دركا اللي تبدا الخدمه اون دو تروا بيرسون بليزيور بيرسون يخدموا يبدا هو يشوف واش او شاف لي كومبارتيمون واش يخص جماعه مدرسه سي تان تري كوليكتيف ومن بعد يتصل بهم عمر سي توتا في نورمال هو يتصل هو يتبرر ولكن بطلب من المدرب بيان سور المدرب هو اللي يكون صاحب الامر الناهي الامر الناهي في الفريق نروحوا الان الى البطاقه الحمراء اللي تتعلق بالمناصر البسيط في كل مره نشوفوا البطاقه الحمراء لهذا اليوم وبالتاكيد تتعلق بنهائي كاس الجمهوريه وعلاش بونال هي المخيره في الجزائر نشوفوا العاصمه الو كاين انا تحت نستناو نروح نسقاو شوف يا ربح اللي عنده قهوه بونال في الدار ينسى كاع القهاوي اطلع اطلع دوق معايا بونال مستبلني يا اخو كيف يا بونال خلاص انا جاي عنده الحق حكيم قهوة بونال نقية صافية وبنينة قهوة بونال هي المخيرة ودايما في القمة وعلاش بونال هي المخيرة في الجزائر نشوفوا العاصمة الو كاين انا تحت نستناو نروح نسقاو شوف يا ربح اللي عنده قهوة بونال في الدار ينسى كاع القهاوي اطلع اطلع دوق معايا بونال مستبلني يا اخو كيف يا بونال خلاص انا جاي عنده الحق حكيم قهوة بونال نقية صافية وبنينة قهوة بونال هي المخيرة ودايما في القمة انا بروحي ديجا غشاولي قاعد يتعلى كل اصبح ربي ما فهمت والو قال لك ممنوع تدخل الماكله وما يبيعوا الماكله لداخل وقال لك لازم تاكل برا
فهم كيفاش؟ وهذا السطاد اللي تفتح 6 تاع الصباح ما كاش منها في الاوروب ماتش 8 غير ربع هكذا 7 سطاد تاعهم فارغ حنا الماتش يبدا 4:30 والسطاد يتفتح 6 تاع الصباح ما فهمناش كاع والله ما فهمنا. كل هذا شفنا الأنصار كيفاش عاشوا الأمسية يغني ويهد ويهلوا ويفرحوا مع اللاعبين ولكن ما يحدث عيب وعار ويستهل ماشي بطاقة حمراء واحدة يستهل مئات أو عشرات أو لما لا آلاف البطاقات الحمراء لأنه في 2016 عيب وعار أننا نفتح الملعب على الساعة 6 صباحا 7 غير 4 مدرجات كل أنصار المولودية كانت مملوءة لأنه الناس خافت تجي وما تدخلش بلي تيكي باسكو كان حديث على دي تيكي سكاني ما يحدث غريب الأطوار ألا يعقل أننا لا يمكن أننا نديرو كوبي كولي نحكموا كيفاش راهم يديروا ليه نديروا دي بي الكترونيك واحد عنده مباراه يشوفها على الساعه 4:30 يجي على الساعه الثانيه على الساعه الثالثه علاش يجي على 6 تاع الصباح المباراه خلاص تاع 7 تاع العشيه من 6 تاع الصباح ل 7 تاع العشيه والمناصر اللي تاع المولوديه مثلا ولا تاع النصريه الان كي يخرج منهك القوى لانه جاي يشوف فقط فرجه حاب يشوف مباراه في كره القدم ما يحدث غريب الاطوار الملعب ممتلئ على الساعه 6:30 صباحا في وقت اللاعبين وحكم اللقاء وكل المسؤولين كانوا راقدين الناس تعمرت ديجا ستاد سوني با نورمال وزدنا شفنا صور تاع ما حدث في مدرج وين كانت مولوديه الجزائر وين انفجر مجرى المياه القادرة رانا نشوفوا فيهم وين حتى حشاكم لو زيغو كان بوندون لو ماتش عيب وهذه صور حقيقية لأمسية اليوم يعني انا نشوفوا كيفاش لي سيبورتور بلي فروطوار راهم ينحيو في المياه باش يقعدوا ومن بعد يقول لك لي سيبورتور الجيريان سون فيولون انا نظن بلي راهم يمدوا صور رائعة شفنا كيفاش داروا لي تيفو بدراهمهم داروا دي تيفو داروا امور رائعة ولكن المسؤولين تاعنا ما راهمش في مستوى هاد المناصرين لازم نقولوها وما نحشموش بها علي بن شيخ والله يقول لك الناس الزمانية اللي مزوق من برا وش حالك من الداخل هذا هو هاكو كيف كيف دو فوتبالور حنايا راح تستعمل نفس العبارة درك حنايا عندنا ملعب ما شاء الله لا بولوز يا ولدي ماشي هذاك وعلاش نقول لك فيها كلوب دو فوتبول يبداو ليكول وكذا تشوفهم كاش لابسين باش تلحق الفوق انا ما توريليش لا بولوز انا توريلي كيفاش لي كرادا الناس بروب كاع تريح بمعنى الكلمة هذه وحدة ومن بعد هذيك ما تحلي نتاع 6 تاع الصباح وين هذا كيف شكون اللي يدير العنف هنا اسكو لو سيبورتور كيف هذا تحل على 6 تاع الصباح يجي على 4 ولا 4:30 باش يحكم بلاصه ولا 5 تاع الصباح ينوض هذا لازم ينوض 4 ويدخل على 6 قاعد ممنوع تاكل كاسكروت لداخل كله برا وبعد تصوم انت قريب رمضان من دوك يبدا يصوم هذا ما يشرب ما يروح لحاشاكم دورة المياه نعم وين هذا الشرطي اللي بير على السيبورتور لان الشرطي يجي مقبل ينوض على 3 تاع الصباح 3 مسكين تاع الصباح ما يرقدش ينوض ويعس والشعب هذاك مسكين هو قال الشعب مقلق والشرطي واش كي يضرب ومن بعد يقول لك والشرطي ضرب اي بيان سور تضرب انت واحد تضرب تولي مهلوك قاعدتك سي با سا يا رضوان لازم زمان وليو يا طرونطون للور كان دو ماتش يلعبوا دو كرو ماتش في سان جوي كانوا ولا ماشي لي جون هادو ما يشفاو لهم كانوا يلعبوا دو كرو ماتش تصيب خطره سي ار بي نقولوا جياسكا ومولوديا مش عام مع ليسما ولا نوتر كلوب ولا القبه ولا في ملعب نفس الملعب في نفس الملعب دو ماتش هذا مور هذا اصطاد ما كاش هذا اللي جاء 6 تاع الصباح جديده هذه يا اخي ما تنجم تسير اصطاد ولا ما تنجموش مانيش عارف شكون اللي يسير هذا الاخر مانيش عارف ديجا بدينا الفضيحه تاع السكوندر تاع التذاكر بيع التذاكر الامور وصلت الى درجه يفو نقول لك حاجه ولينا انا شكيتوني اللي دارني في هذا الشيء انت قلت لي مقبله الاثيوبي راه مولو خير منه لا الاثيوبي اخي شفت دارني ماتش ليكيب ناسيونال كي لعبوا له يا اخي خرجوا في لافان ربحناهم وقيلا العام اللي فات ربحنا وخرجوا على لي غراندا والاثيوبي صفقوا دوك نكذبوا على روحنا احنا خير من الاثيوبي الاثيوبي خير منا لان خرجوا احنا لو كان جازوا من الدماء بداوهم هذاك الوقت اليوم الحمد لله لي سيبورتور راهم يطلعوا في النيفو لازم نتبعوهم
في الملعب، نتبعوهم في الدخله، سكاني اللي يحكموا بسكاني لازم يضربوه بين بات دو بريزون اللي ينسى النهار قاعد يمشمش ما لازمش يطلع عليه. كيف هذا سكاني واحد مسكين يستنى سمانه كاع ويبيع في الارض ولا ما يشعوش يدير؟ نهضروا على الفقير، انا نهضر ما نهضرش على الاخر. ومن بعد نتايا يشري تيكي ومن بعد يجي واحد اخر يسكاني لك مانيش عارف شحال راك تقول سكا. حكموهم حكموهم كاين 10 راه ما عندك صح. ومن بعد مسكين يجي داخل يقولوا له هو كومبلينتا غير ولي للدار. انا بارك ماشي هكذا. جمال مناد رايك في هذه القضيه؟ لا انا نعطيه رايي ونعطيه حل تفضل. نقول باللي درتو مقارنه مع ملاعب اوروبيه، شفنا برنابيو ونيوكون ايتو طلعتوا لابار تريو. لا على الاقل كوبيو تريو كوبيو ما نقدروش باسكو انا كان ليا شرف يعني انك حضرت شرف وكانت لي فرصه حضرت مقابله في نيوكون. كي يقول لك اونين كاردور تعمر ستاد، ماشي اونين كاردور ماشي ساعه، اونين كاردور باسكو في ليشوفمون ليكيب ال فيان ليشوفمون في سول تيران اون دومي اور افون كو دونفا اون دومي اور 35 مينوت 40 لو طون عاودوا يوليو الفيسير يلبسوا يحضروا روحهم ويدخلوا يبقى لهم 2 3 مينوت 4 5 مينوت باش الكو دونفوا دونك اون تو 35 مينوت. في لي 35 مينوت هذوك لي كارادان مازالهم فارغين، مازال ما دخلوا كاع اون ان كاردور. كنت نحسب كنت قاعد نحسب في الساعة ان كاردور اون 12 مينوت تعمر ستاد. 12 مينوت تعمر ستاد. جاو داخلين لي دوز ايكيب وبداو. انا نقول اليوم يا اخي كي تجيب الشعب كيما هذا انصار كيما هادو اللي ما راهمش راهم ابارامون تعلموا عندهم حضارة تعلموا عندهم اخلاق ايتو شفنا لي تيفو مانيفيك. الناس كيما هادو علاه تجيبوها مع 6 اصبع؟ يعني باش تتفرغ من المشكل خلاص راني قضيت المشكل. انا يا اخي الحل الوحيد جيبهم على 10، نقولوا جيبهم على 10، خلي الناس تحضر روحها، خلي الناس تجي للفرح في ظروف صح فيه. مي اونتر تو جيبهم دخلهم يقعدوا قاعدين برك او موان مبلي لو طون هذاك مبليه دي جروب دو فولكلور، دي جروب دو ميوزيك، دو جروب دي قال دي ماتش ما دي بين دي جون دي جون دي جون كاتيجوري هادو كانوا يديروها في وقت من الاوقات. مبلي لو طون سي اون جورني دو فات، سي اون جورني سي اون بريباراسيون بور لا فينال، اون غروند فينال، اون فينال دو كوب دالجيري. دونك اسيي دو مبلي الفراغ هذاك من 10 حتى ولا من 6 تاع الصباح حتى الربعة. اسيي دو مبلي لو طون هذاك باش الانسان هذاك اللي مسكين جا داخل بلا الماكله. بون اولا الماكله يحبسوها له، ثانيا من 6 وقاعد تحت الشمس ولا بالبرد ولا كان برد ولا يا اخي هذا سي اون تورتور 12 ساعه سي اون تورتور كصاف دير كصاف دير. انا جو بونس كو من القدام ان شاء الله يكونوا لي بورت بلي واسمو بلي تيكي الكترونيك باسكو اللي يكون مسكاني يتنكشف هذه من جهه تنكشف وتسهل المهمه. نقدر انا الماتش على العروس نجي على الزوج نجيب على السته. يكونوا لي بورت الكترونيك وحده، وثانيين لازم لي يلحقوا وين يديروا لي نيميروتي لي بلاص نيميروتي. وكاين تما تيكس لي ستادي ولا بصح وشنو القانون يكون ما كاش افيك اون مان دو فير باش نبداو نربيو الناس من القدام. خو كي تجي تحط التيكي تاعك الباب تتحل تدخل تروح بلاصتك نيميرو قال 8 ولا 10 تروح تقعد اللي يصيبوه كاع تما يقول له خويا بلاصتي ما ينوضش يزقي الامن ما كاش ماشي قال واش عليه روح ما كاش واش عليه الفوك افيك اون مان دو فير باش دون 50 دون 10 شو اللي يكونوا اللي يجيو يوليو هكذا. هادو ما كانوش هكذا اسبانيا، احنا واحد الوقت كنا احنا واسبانيا ما منيفو واش اسبانيا. لا الحاجه اللي ما فهمتهاش جمال انت وصلت بهذه كانوا يلعبوا دو ماتش دو كرو ماتش في ملعب 5 جويليه وما كانش هذه 6 تاع الصباح. دو ماتش سافو دير راح تجيب 4 جاليري 4 مناصرين تاع الفرق، يعني كي تلعب المولوديه مع السي ار بي ولا لامسيو مع بون هذاك الشيء بون
سي بارابور او تيران زمان كان طارطون وي مي كان غازون ايماجين توا ايماجين توا الجمهور كان نفسه ايماجين توا ماشي دو تيران بيبليك غاشي هذا لا جيستيون تاع البيبليك هما ما يقدروش يلعبوا بلوس دو دو ماتش ديجا يا اون اوفرتور ماتش دو ليفي دو ريدو تاع العسكر من زمان كان تاع العسكر من بكري كان من بكري صح صح مي افون يافي دو ماتش فينال كادت فينال جونيور جونيور ومن بعد يجوا سينيور بعد يجوا لي سينيور سيتي ان بليزير بليزير باسكو علاش اون روفيان على لا كوز باسكو كان طارطون طارطون لعب معليش بصح مش نتكلم على لا بلوز انا انا نتكلم على الجمهور لا جيستيون تاع الجمهور المشكل نعم خلينا من طارطون ولي دو ماتش ما ناش نهضروا انا نهضروا على الغاشي نفس التعداد اسمح لي البيبليك البيبليك اليوم انا شفت ستاد فارغ كان دار فارغين صح على ليبوك ستاد ما كاش بلاصه ميم شت الفلومبو معمر بصح مور الفلومبو الصور الناس واقفه كان يلحق ل 100000 و 100000 ما كانش جاع ستاد اسمان اللي يدي لي مانيش فاهم هذه اللي ما فهمتهاش كيفاش زمان 100000 تجي وقت اللي جات تدخل تقعد اليوم لحقوا شحال ستاد اليوم لحق 70000 باسكو شفنا مدار بزاف فارغين نقولوا 65000 كيفاه اليوم 65000 ولا 70000 لا بليبار دي فينال زمان كانت مجان كان دخول مجاني دخول مجاني بصح ما كانوش يجوا حتى الصباح ثاني وي ماشي حتى الصباح باسكو كانوا لي فينال يجوا في 5 جويليا يوم احتفال بعيد الاستقلال كان يجوا في 5 جويليا على كل حال نعاودوا نقولوا للنهائي ونذكركم بما حدث اليوم وفوز وتتويج المولوديه بالكاس الثامنه هي الكاس في ال 52 منذ الاستقلال فازت بها المولوديه فازت بالكاس الثامنه وتلتحق باتحاد العاصمه ووفاق سطيف اللي كانوا عندهم 8 كؤوس للجمهوريه نشاهدوا هذا التقرير لزميل حمزه بركاوي يذكرنا بما حدث اليوم وبتتويج المولوديه وعلاش بونال هي المخيره في الجزائر نشوفوا العاصمه الو كاين انا تحت نستناو كروح نسقهوه شوف يا ربح اللي عنده قهوة بونال في الدار ينسى كاع القهاوي اطلع اطلع دوق معايا بونال مستبني يا اخو كيف يا بونال خلاص انا جاي عنده الحق حكيم قهوة بونال نقية صافية وبنينة قهوة بونال هي المخيرة ودايما في القمة في عرس بهيج وكبير احتضنه ملعب 5 جويليا إن كانت الفرجة كبيرة منذ الساعات المبكرة من صبيحة الأحد ابتسمت كأس الجمهورية في طبعتها 52 لمولودية الجزائر بعد الفوز المحقق أمام نصر حسين داية بهدف من دون مقابل من توقيع المتألق عبد الرحمن حشود هدف وتسديدة صاروخية سكنت شباك بوصوف وكانت كفيلة بإهداء العميد الكأس الثامن له في التاريخ في تاسع نهائي تنشطه المولودية واستلم لاعب العميد الكأس من طرف الوزير الأول عبد الملك سلال المباراة في شوطها الأول لم تلقى إلى المستوى المطلوب وسجلنا فرص متباينة والبداية ببشير الذي طلب بركلة جزاء لكن الحكم بنوزة طلب بمواصلة اللعب أخطر لقطة من جانب النصرية في هذا اللقاء كانت بعد خطأ فادح من بشيري والمهاجم أحمد قاسمي وجد نفسه في وضعية وجه لوجه في الدقيقة 17 لكنه ضيع أمام براعة فوزي الشوشي وتواصلت بعدها فرص متواضعة من الجانبين أين كاد حشود أن يفتتح باب التهديف قبل نهاية المرحلة الأولى لكن لم يحدث ذلك لينتهي الشوط الأول من دون أهداف المرحلة الثانية لم تختلف فيها الأمور كثيرا بحيث تواصل التكافؤ في اللعب في الدقيقة 53 هيريدا أنقذ فريقه من هدف محقق بعد إبعاده الكرة من على الخط وبعده صدام أين أنقذ النصرية وانتظرنا حتى الدقيقة 82 لنشهد الهدف الأول والوحيد في المباراة عن طريق عبد الرحمن حشود بتسديدة صاروخية سكنت مباشرة شباك الحارس خير الدين بوصوف
مطلقا العنان لفرحة آلاف الأنصار الذين تواجدوا في الملعب منذ السادسة صباحا. هدف أهدى به حشود الكأس الثامنة للمولودية وملقدا الموسم مع مشاركة إفريقية الموسم المقبل. فهنيئا لمولودية الجزائر التتويج بالكأس الثامنة، وحظ أوفر للنصرية التي عادت إلى تنشيط النهائيات بعد 34 عاما كاملة من الغياب. هذا تتويج المولودية في الأخير قبل ما نختموه بصور الفرحة وأغنية خاصة بتتويج المولودية. علي بن شيخ اليوم أنصار النصرية رام زعفانين وديسو كانوا ينتظروا هذا التتويج منذ سنوات وسنوات، منذ سنة 1979 يعني كانوا ينتظروا هذا الكأس الثانية، ولكن المولودية هي اللي فازت بالكأس الثامنة. اون رو اوماج تاني للانصار تاع النصريه. لا يفو لو روندر اوماج، سي دي سيبورتر ترونكيل سون بوزيتيف. الان ما داروش كاع مشاكل في هذه، يفو تيري شابو يعطيهم الصحه. ولكن ظن النهد لحقتهم فينال ابري 37 وقيله 34 بون كانوا فينال في 82 ما داوهاش. سيتي بون شوز جو بونس كو النهد من القدام يديروا فريق مليح، لان عندهم ان سونتر راهم يخدموا راهم يوجدوا في راحهم. نتمنى لهم ان شاء الله يديروا ان جروب اونكور ميور مشوار احسن ان شاء الله. وجمال مند واش تقدر تقول لنا على هذا الفينال؟ الانصار الانصار تاع نصر حسين داي كانوا في القمه، كانوا في القمه وكانوا فيربلي يعني فيربلي فيربلي تعرفوا ما كانش عندهم الحظ، ما كانش عندهم حظ والله غالب. ولكن التصرفات تاع المناصرين تاع النصر حسين داي كانوا في القمه في المستوى يعني في المستوى يعني ما عندهمش يعني. نهنئوا احنا المولوديه بعد التتويج اللي راح يخلي العاصمه تعيش لايام على وقع الفرحه. ونعطيو الكلمه الاخيره، اليوم كانت الحصه منذ الثانيه بعد الزوال، واحنا درنا تقريبا يوم مفتوح. الصور اللي وصلتنا من ملعب 5 جويليا ومازال زي تصلنا صور ما بعد التتويج، ولكن اليوم قمنا بحصة شوية مطولة قبل المباراة وبعد المباراة. ولكن علي بن شيخ فرحان اليوم، مملوك نقول له كملوا حتى الزوج تاع الصباح يقول لكم معليش. اه بيان سور فرحان، سويت تري كونتون للمولودية دات لا كوب باسكو البوبليك تاعها يميريتي. عانا بزاف السيبورتر تاعنا، عانوا بالسكوندال بالمشاكل بكذا، الوغ كو هو البوبليك يدير كل شيء شت لي تيب ويطلع ينكوراجي. الماتش اللي فات مع لي سماسي غراس سيبورتر اللي ولاو سير لو سكور اي تو، دونك جو بونس كو يميريتيو يميريتيو. مدربين في موسم بزاف بزاف ست رؤساء بزاف بزاف بوكو ترو دو بروبلام انيتيل انيتيل انيتيل. الوغ كو لو سيبورتر تاعنا سو كلوب هذا يميريتي حاجه تسير قمه، خاطرش يا ان بوبليك اكسترا اوردينار. ما كانش بوبليك اللي ينجم كيما تاع المولوديه، وانت وكلوب هيستوريك مون بارلو ما عندي ما نقول لك. وبعد انت تطرد ديرو في المشاكل وسيبورتي مالغري سا او يجي للستاد وراه يدير مسكين ويعاني ويسيبورتي في سون كلوب. جو بونس كو درك اليومين هذا من درك القدام ان شاء الله يتقلع، نظن ان شاء الله هذه هي الديماراج تاع الكلوب هذا باش يتنظم باش يكون ان بروجي سبورتي باش نوجدوا فريق كيما يلزم الحال باش نعودوا هذه الشامبيونا ولا ما نحطوش من الدوزيام. انا جو بونس كو ما لازم نزيدو نحطو من الدوزيام. تلعب تشامبيونز ليغ تلعب لاكاف، هذه هي المولوديه ما عندهاش دروا مولوديه تلعب للور فهمتني، ما عندهاش دروا المولوديه. جمال منات اسكو المولوديه نا با دروا ليرور من الان فصاعدا، لانه فيه بالك تغيير ولا لاكوب هذه ربما راح تفتح المجال للمولوديه من اجل افاق اخرى افريقيه. شوف المولوديه اي نا با غروندي اوجوردي، il a grandi ça fait depuis longtemps depuis sa création depuis que les premiers titres تاعو depuis la coupe d'afrique li حرزوا عليها en 76. c'est là c'est à partir de là qu'on a que le club il a vécu une période يعني faste. donc ما راحش يكتفي بالقليل. c'est un club très réputé populaire très populaire
Mais la grandeur d'un club, elle ne se limite pas بالاسم برك ou là بالتتويجات برك. La grandeur d'un club, c'est son administration, son fonctionnement administratif. Les titres. C'est bon, les titres, عندها, عندها. Mais est-ce que les infrastructures suivent? Est-ce que les moyens pour s'entraîner, pour jouer, pour Hachiga, c'est ça qui fait la grandeur d'un club, la grandeur. يعني من ناحيه الماليه من ناحيه التسيير من هذا كاع يجعل الفريق يتطور ويزدهر ويكبر ويكبر كثير باسكو دركا كي تشوف كي تقارن بين الالقاب اللي عندها مولوديه الجزائر محليا مي اون دور دو لا كوب دافريك 76 عندها هذاك ما عندهاش صح دونك اي لي طون دو بونسي او مولوديا تفوز بالالقاب لازم تفوز بالالقاب الدوليه صح عندي برك اغتنم برك اسمعني اغتنم برك الفرصه هذه باش نحيي لا لا نعطيك الكلمه الاخيره مازال مازال احكي لي دوك على السؤال تاعي وما نروح للكلمه الاخيره علي واش حبيت نقول سيفري واش يقول جمال توسا باسكو ان لا غروندور دان كلوب سي سي ديريجون بوركوم خلينا من الهيستوريك تاعو التاريخ وكذا سي لورغانيزاسيون مي سي سي ديريجون طونك طونك chaque fois qu'il connaît des dirigeants في القمه le club il dit طلع لا بار الفوق حنا كي كانت الفريق كان يلعب الادوار ويلعب كذا وكذا لي ديريجون كانوا في القمه زاد جاسي عبد القادر ظريفه على ليبوك حكم المولوديه تميز في تونس ديسيدا باش المولوديه دوكا تولي تلعب كوب دافريك علاش خاطرش لحقنا المغرب تغلبنا على المغرب وهنا في الجزائر تغلبنا على الشامبيون دونك لا ديسيدي نطلعوا لا بارود من بعدهم كدينا لا كوب دافريك ومن بعد زاد حطمونا ريبونا كيف انت نديو تريبلي نديو تريبلي اليوم يخرج قانون بلي 26 زون ما تلعبش في الكلوب ديالك بطروني راح باشي راح 26 سنه باشي تحبسوا علاش هذا القانون ما فهمتش مانيش عارف علاش تحطمت علاش تحبسنا 26 تقولوا ممنوع قال واش هذا تخرجونا واحد اللعب ساعه هكذايا والمولوديه ريبوها كون خلونا بلا ما توشاوناش كنا هذا نزيدو نديو كوب دافري ندي واحد دو تروا فوا مي حطمونا اللي لحقنا لهذا الشيء هذايا واضح على كل حال في الاخير ما ننساوش جمال مناد نهنئوا اليوم سيفري درنا سبيسيال كوب دالجيري لانه الحصه 100% فوت كل يوم احد وهذه صادفت نهائي كاس الجمهوريه ولكن جمال مناد لازم نهنئوا فريق اتحاد العاصمه اللي فاز امس رسميا بالبطوله نهنئوه على التتويج ب 14 نقطه فارق هانئا للاتحاد بعد فوزه امس امام جمعيه وهران بيان سور يفو با اوبليي لا كونسيكراسيون تاع لوسما يعني لوسما اللي كانت يعني اللي كانت سور اون كورب يعني اكزومبلير ميم سي في لا فاز روتور يعني دبدبوا شويه النتائج ما كانتش تتبع واحد اربعه ولا خمس نتائج كانت سلبيه ولكن في الاغلبيه كاع العموم يعني قامت بمشوار قامت بموسم رائع يعني اونيك في التاريخ تاعها في التاريخ تاع الكره الجزائريه نهنيوهم ونهنيو كل الطاقم الفني والمسؤولين واللاعبين والانصار اللي كانوا مالغري يعني ينقود امير ينقود دينا شوفي في الاخر في الماتش هذا ضد جمعيه وهران مي سا ريست كوم ميم لوسما ريست كوم ميم اون غروند ايكيب اون غروند كلوب وفازوا بالكاس او بالبطوله السابعه لوسما عندها الان سبع بطولات كامله كما كنا نقولوا لا غروندور تاع ليكيب سي لي تيتر كلمه على اتحاد العاصمه وتتويج تاعها علي لا لوسما يفو فيليسيتي لان ايزون في ان باركور اكسترودينار بيان كو شويه الروتور انا ما عجبنيش الحال كيما ما ربحوش مع الثوره وريليزان مع غيليزان تما اللي ما عجبنيش الحال باسكو يفو اتر سيريو جوسكا لا فان اسيري لو تيتر ومن بعد دير لا فات كيلكو سوا لو جور اللي دير لا فات ما يهمش مي يفو اسيري مي اون دور دو تو سا ايزون في ان باركور اكسترورديناير فيه كوب دو لاكاف فينال كوب دافريك العام اللي فات لحقوا فينال فينال داروا يفو لي فيليستي لي جوار لو ستاف اي سي ديريجون تو لو موند بريزيدون ديريجون و سورتو لي سيبورتور هما كاع لوسما عندهم دي سيبورتور
يديروا مانيفيك يديروا لوحات رائعه و سي بورسون نتمنى اليوم يديروا لا فيت اونصوب اونصوب المولوديه مع اللي سما ديجا نشوفوا شوارع العاصمه راهي تحتفل وراح نشوفوا بعد قليل في نهايه الحصه صور على ما تعيشه شوارع العاصمه جمال مناد شبيبه القبائل ايضا التحقت بالمرتبه الثانيه مع شبيبه الثوره وممكن تقدر تكلاسا مع الدوزيام بلاس باش تلعب لا كومبيتيسيون افريكان يعني لا شامبيونز ليغ شبيبه القبائل عودة طبيعية لأنها تلعب الإفريقية تلعب كؤوس إفريقية هذا هو شبيبة القبائل اللي مرفين نشوفها حقيقة هي دوكا الهدف تاعها هو أنه تحت المرتبة الثانية باش تلعب لا شامبيونز ليغ باسكو بور لو كلوب بور لي جوار ايتو لو بلوز امبورطون يعني الفايدة اللي في لا شامبيونز ليغ أكثر من لا كوب دو لا كاف لا كوب دو لا كاف صح لا كوب دو لا كاف نظن فيها إلا مصاريف صح فيها يا كو دي ديبونس ما فيهاش مدخل مي لا شامبيونز ليغ ولا لا كوب أراب من الأحسن لا كوب أراب ولا ما لحقتش لا شامبيونز ليغ لا كوب أراب أحسن أحسن دونك هنا ما شكيتش راح يعني ترجع لورا صح باش تحت المرتبه الرابعه ولا قبل ثلاث جولات من نهايه البطوله أيه. علي بن شيخ وجمال مناد ايضا نهنئوا لفريق شباب باتنا واتحاد بالعباس اللي ضمن ثاني ضمنوا رسميا قبل جوله من نهايه البطوله ضمنوا رسميا الصعود الى القسم المحترف الاول كما كان منتظرا في حين بارادو تعثر في المباراه هذه ترسمت صعود بالعباس ضمن ثلاث فرق هذو يعني مديه خلاص يعني فازت بالبطوله منذ يعني جولات كثيره نهني كذلك شباب باتنا وبالعباس اللي ضمنوا الصعود رسميا لانه كي تشوف المشوار تاعهم الموسم اللي اداوه يلو ميريت باسكو قعدوا اكروشي في البلوتون اكروشي دونك يستاهلوا هذا الشيء هذا حد اوفر لشوبان بارادو اللي طلعوا من ديفيزيون دو اماتور صعود جديد كيما يقول لك الخارج هارلك لا هذه تاع بالانجليزيه الانجليزيه هما يستعملوها هما يستعملوها كثير نادي بارادو اللي طلعوا هذا العام فقط من الثاني هو علي بن شيخ في الاخير لازم تهنئ ثاني الكابو بالعباس باش ما يزعفش عليك بيان سور كاب باتنا وبالعباس نقولوا لهم فيليسيتاسيون ونقولوا لهم مبروك عليكم انتم قالنا ديروا الفيشطه ان شاء الله ولكن نقولوا لهم حضروا روحكم قالنا العام الجاي خاطرش الفرحه بيان مي اون ميم طون لازم تحضر العام الجاي في حين انه بجايه ممكن لو تخسر في الشاويه والخروب تفوز في عين الفكرون شبيبه بجايه هي اللي راح تسقط الى القسم الثاني الهوات سي دوماج هذا سي دراماتيك سي دوماج بور ان كلوب Un club qui a été très sérieux, en première division, pendant l'avènement du professionnalisme, sérieux par, à travers ses dirigeants, à travers son président, M. Tiab, qui a été à la hauteur, qui a été digne d'un grand dirigeant. Il était un club avant le temps, il était un club avant le temps. Il était un club avant le temps. C'est vrai, avec le mot. C'est dommage pour ce club. Donc, nous espérons, Inch'Allah, يسلك في المرحله النتائج تاع الجوله هذه الاخيره بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ما كانتش نتائج مفهومه انا نظن اتحاد الشاويه وشبيبه بجايه الان راح يتصارعوا على شكون يبقى في القسم المحترف الثاني لانه بعد النتائج بون مانيش حاب نقول شنو هما لي ماتش باسكو سينو بعد يقول لك وراب لي بروف كالعاده مي كيلكو ماتش بين قوسين ما كانوش نقطة الاستفهام نقطة استفهام النتائج تاعهم نختموا اليوم ما عندناش صورة وصورة أو الأسبوع ما عندناش صورة صور وتعليق اليوم ولكن عندنا صورة لازم يعلقوا علينا الضيوف بعد فوز المولودية شيخنا شيخ الأغنية الشعبية عمر زاهي بألوان المولودية نشاهدوا الصورة هذه فقط ليعلق لنا عليها علي بن شيخ وجمال مناد الشيخ عمر زاهي راهو مسرور اليوم بفوز المولوديه عليه. عمر نحييه ونسلموا عليه، سي ان كرون مسيو، كرون اون تري فورت بيرسوناليتي، ولهذا نقولوا له ربي يشفيك وان شاء الله يطول له ربي في عمره. ربي يطول له في العمر جمال مناد. انا نشتيه ونشتي الاغاني تاعو انا عندي في ما كاينش انا عندي في السياره غير تاعو تاع بورديب ولا تاع الدحمه الحراشي وقروابي مي هو سي بارتيكولي باسكو يعني مغني متواضع ومغني اللي صبر في الكلام تاعو في الغناء تاعو في اللحن تاعو
دونك كوم يلم بوكو المولوديه صح سي ان غران سيبورتر تاع المولوديه جو بونس كو كان واحد الوقت يقولوا بلي يحب ليسما مي من بعد هو اكد بانه يحب مولودية الجزائر يحب مولودية الجزائر يحب كان قروابي اللي كان يحب ليسما ليسما وشيخ عمر زاهي حبه دونك نتمناو له ان شاء الله طول العمر والله يشافيه ان شاء الله وقولوا له نحبوك بهذه المناسبه هذه نقدموا له التحيه التهاني وقولوا له نحبوك يا شيخ نحبوك. تحب المولوديه ولا ليسما ولا كلاب واحد اخر نحبوك تبقى محبوب الجماهير المحبوب رقم واحد في اغنيه الشعبي نقولوا له نحبوك بصح نقولوا نحبوك يا عميمر خاطرش واحد بوبيلار وكاع الناس تحبو ونحيوه باسكو انا نشتاه نحبش قلبي حبس سيمبليسيتي لا متواضع كثير تواضع يعني ما قدروش نلقاوه اير بهذا نختموا الحصه قبل ما نعطي الكلمه الاخيره لكل من علي من شيخ وجمال مناد نبداو بجمال مناد كلمه اخيره قبل ما نشوفوا الاجواء اللي راهي في شوارع العاصمه ونختموها باغنيه حول المولوديه اولا نقدم تحياتي وشكري للجمعيه اللي قامت بالمبادره تاع طبلات تاع بوعيشاوي تاع المرحوم بوعيشاوي جمال لاعب سابق لفريق اتحاد العاصمه تاع اتحاد العاصمه وبالطبلات وبوفريق نعم وين كان الحضور يعني كثير يسمحونا ما قدرناش نحضروا لاننا كنا معليش نهائي كاس الجمهوريه كان فيه قدماء اللاعبين تاع بوفريق تاع حطاطبه وتاع ليسما وكان في الفريق الوطني كان يعني مجموعه ميلونج يعني قمنا بمقابله وكرمونا ويعطيهم الصحه صافي بليزير صافي بليزير كما اغتنم هذه الفرصه هذه باش نحيي فريق اولمبي بلديه محانه نعم من اي مجانه مجانه منين بالصعود هي جايه وقيلة في الصيف ولا البرج صح قبل هنا قبل الصيف الصيف ها على الصعود الى الجهوي الاول ان شاء الله نحيو بالمناسبه نحيو هذا عليلو اسمه عليلو نحيو نحيو فريق مجانا عندي ولاد عمي مصطالين تما نحيوهم قاعد نحيو كامل ولاد عم علي بن شيخ وفريق مجانا قبل ما نولي لك علي حبيت نشوف برك مع شيخنا ثاني جمال مناد اسكو فراها البروبليم قالوا لي موش يجي كاع الكوري صح موش يجي وي جوستومون ايه انت تنسى بصح انا عندك والله عيطوا لي البارح كوري موش يجي جوستومون عيط لي البارح سيد قال لي هاو الكوري تاعك وعندنا هنا كوري بزاف والله نداء المسؤولين يا ريقليوا لنا المشكل تاع الفاكتور في بلديه شراقه خاصه لا سيركونسكريبسيون تاع دار دياف او الكوري ماهوش يجي ماهوش يتاع او يبقى مدكس في شغل بالاكياس دي بوتوار شغل شاده كي يطلع بزاف روح جيبه لا يا اخي والله كري كامي والله يعني والله كري كامي يجيب كاين ناس صح لازم يلتحق بهم الكوريي كاين دي زيرجونس كاين حوايج مستعجله واحد الجزائر العاصمه مازال كوريي ما يلحقش معطل حكى لي قالوا جاتو تاع لي زامبو باش يخلص لي زامبو اطون هما لي زامبو ما يعرفوش ما كاش هذه ما لحقاتكش ما يعتقوش ومن بعد يكسلوك بيناليتي علاش الناس تظلم انا هذا نداء الوزير والمسؤولين تاع بلديه الوزيره هي المسؤوله بلديه شراقه اخر كلمه لعلي بن شيخ الوزيره انا تبعتها في الجرايد وكذا على حسب ما كنت نشوف وكذا في دي بون طرافاي دير زيارات ميدانيه والله راه في دي بون طرافاي ونحيوها على ان شاء الله تفرينا بوك المشكل تاع كوريا سكي سباس دون لي حبيت نقول لك هنايا ما يلحقهاش الخبر لهذا الشيء دوك يلحقها الطرف علاش ماهوش يلحق للكوري كان نقول لك راسك يحبس راسي حبس صافي لونطون رجل الفاكتور تاعنا راح اون ريتريت بيان سور دا المفتاح هو قال لك دا المفتاح دونك هنا ما نقدروش يونجاجيو الفاكتور في دار ديال دونك هنا ماشي الوزيره اللي سكيون هيرارشي وان شاء الله يرقلي وتسمعنا الوزيره وان شاء الله يرقلي لنا سي با نورمال انا فكرتك جمال لانه على بالي الكوري تاعو عنده بزاف ما لحقش على كل كومونسي نقول لهم الناس طابله تسبحوا لي لان كنت لعبنا في شرشه احنا وكنا عطينا لهم كلمه عندها ان موا
صح لافونس ما نجمناش ما خدناش تروح الشرشال وقاسمنا نشكرهم عندك جمال من الله راح طبلط راح للشرشال نشكرهم اللي داروا هذه على جمال الله يرحمه جمال بوعيشاوي نشكروا كاع الناس اللي داروا هاد الشيء هاد لورغانيزاسيون واللي شاركوا في هاد المقابله هاديه وان شاء الله خطره اخرى يعرضونا لافونس نروحوا ماشي مشكل ان شاء الله نزيدوا اللي رحنا للشرشال لان ميلو نحيوه ميلو شكرا ميلو وناس شرشال كاع لقاونا كما يلزم الحال كالعاده الناس من ضيافين وخطاش مورانا زادوا لعبوا لي تريزوميك كان هذوك تاع وفرحوا الحوت وكلينا شويه حوت وقلنا لهم داوي الاحتياجات الخاصه لا يعطيهم الصحه فريمون جوزنا جورني انفان نابري ميدي ما شاء الله صافي ونحيي ياسر وليد محمد لا يشوف فينا ونقول له ما تضحكش بزاف باسكو كوين يشوفنا يضحك خير ما تضحكش صافي بليزير يضحك خير من يبكي يضحك بزاف يضحك خير من يبكي ونزيدو نحيو كاع البيبليك تاع مولوديا ومام تاع الناد بور لور كومبورتمون بور الاخر بارك الله فيكم نشكر كل من علي بن شيخ وجمال مناد وقبل المباراه كان معنا كل من علي بن دبكه من جانب نصر حسين داي وفاروق بالقايد اللي فاز بثلاث كؤوس واحده منها مع المولوديه زوج مع سطيف وقال لك خسرت ثلاث نهائيات حتى هو قال لنا المباراه تنتهي 1-0 لصالح المولوديه كومبارازا لي 3 ابار بن دبكه اللي ما قالش هذا السكور سي نورمال على كل حال نهنئوا كل أنصار المولودية بهذا التتويج نهنئوا أنصار الاتحاد أيضا بالتتويج تاعهم بالبطولة نهنئوا كل من أولمبي المدية اتحاد بالعباس وشباب باتنا على تحقيقهم الصعود إلى القسم المحترف الأول موبيليز رح نشوفوهم العام الجاي في القسم المحترف الأول وفي الأخير نختموا حصتنا بالصور تاع لاجوا تاع البهجة والسرور والفرحة الكبيرة اللي عرفتها شوارع باب الواد وشوارع العاصمة بعد تتويج المولودية بالكأس نقولوا هنيئا أيضا لنصر حسين داي على ما قدمه فيه من مشوار في هذه الكأس أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العدد منذ الساعة منذ الصباح اليوم ومنذ البت على قناة الهداف كل من كسيلة وحمزة سلمي حمزة بركاوي وزميلنا أيضا بوعلام عبا إضافة إلى كل الطاقم بقيادة عبد الرؤوف شويعل نشكرهم جميعا على ما قدموه في هذا العدد الخاص بمناسبة كأس الجمهورية ونعطيكم موعد الأسبوع القادم في نفس التوقيت في نفس المحطة على قناة الهداف ابقوا أوفياء لنا وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يا محبوبة في بلاد سيدي عبد الرحمن خليتي قلنا مسلوبة ربي يحفظك من المعيان ربي يحفظك من المعيان نبغيك نحبوك يا ممو العيان نحبوك يا ممو العيان ربي بعد العين عليك تاريخ يشهد عليك لي شامبيونا وكوب دخريك انت اللي حليتي البيبان انت اللي حليتي البيبان نحبوها نحبوها مولوديها تجري في ليبان وين تروح نتبعوها تعالى ما تولي في ميشان تعالى ما تولي في ميشان يا محبوبة في بلاد سيدي عبد الرحمن واللي في عقولنا مسلوبة ربي يحفظك من المعيان ربي يحفظك من المعيان تاريخ كبير واللي قال العكس غير معروفة بالجماهير الجزائر في ربع ركان الجزائر في ربع ركان وعلاش بونال هي المخيرة في دزاير. نشوفوا العاصمة. الو كاين انا تحت نستناو نروح نسقاو. شوف يا ربح اللي عنده قهوة بونال في الدار ينسى كاع القهاوي. اطلع اطلع دوق معايا بونال مستبلني يا اخو. كيف يا بونال؟ خلاص انا جاي. عنده الحق حكيم، قهوة بونال نقية صافية وبنينة. قهوة بونال هي المخيرة ودايما في القمة.